مقالات وأدي محاضرتي. طبعا شفت نتائج الامتحان السنة مجاوبين بهم، مع الأسف كلش مو زينة، ناجحين قليلين ودرجاتهم ضعيفة. بس الموقع ما فتح، يعني من عندي من عندكم صار له. بس ليش جماعة انفتح عندهم؟ زين شنو الوقت المناسب تتوقعون يفتح؟ مو مشكلة، جروبات يعني جروبين يصيرون يعني يفتح. طيب خلينا نشوف شوفوا أعزائي، لا هي يمكن ممكن شوية من الأسئلة بها صعوبة. بس أنا راح أشرح لكم السبمنجيبيا ريجن، شرحتها بالعملي مرتين، وبقى جزء من هذا الموضوع هذا اللي هو حوالي 3 محاضرات. زين يعني، بس الثانية اللي أخذناه بالعملي ولهذا راح أمشي عليه شوية سريع، وبعدين خلي نشوف بعضهم مرتبة. خلي نشوف نقسمكم جروب يعني. الأسئلة أسوي يعني، أعطوني فرصة خليني أشوف وأعطيكم خبر بعدين أرتبها. فهسه بالنسبة لنا سب مانديبولا ريجن، هي من يقول سب يعني اللي جوا، مانديبولا يعني مانديبول، منطقة اللي تحت تحت المانديبول. طبعا هو من هنا اللي يحكي على سب مانديبولا ريجن اللي يحكي عليه، وبطريقة شارح على شارح التانك أو لسان هذا. طبعا الصور انتبهوا عليها، يعني هاي الصورة لازم تفسخها بهذا، انتبهوا عليها، شوف هاي ليش طلعت، يعني هاي من أنا جيني وهاي وداي ما إلى هاي. anyway راح نبدي بهاي محاضرتنا السريع. احنا عندنا هنا مسلز بصورة عامة، مع سوبرا هايود مسلز وانفرا هايود مسلز. السوبرا هايود ماسلز هي الماسلز اللي تيجي من هاي البون وتروح اتاش تو اذر بونز. اي صحيح، الله حقك يا بابا.
طيب هني بس احنا اذا تذكرون عندنا المسلز اللي هي دايجاستريك، هي خلينا نقول الكي او اللاند مارك مال السبمانديبولار ريجن. الدايجاستريك بانتيرير بلي بوستيرير بلي، بين الانتيرير بوستيرير بلي فهسه عندنا سب مانديبولار تراينجل، ومرات حتى يسموه دايجاستريك تراينجل. اذا عندنا حدود انتيرير بوستيرير بلي او دايجاستريك. هاي ممكن محاضرة حتى أكملها راح أطول، لأن أنتم محاضرتي النظري ما صارت، وإحنا إذا تحتفلون بأعياد هذا رأس السنة، وهذا جاكم ستة كانون. ف من نجي هنا هاي هي كل المنطقة هاي يعتبروها سبمانديبولار، بس هاي بتوين بوستيرير بلي دايجاستريك انتيرير بلي دايجاستريك يسموها سبمانديبولار تراينجل او دايجاستريك تراينجل. هاي الحدود مالتها هاي من المناطق اللي جدا مهمه تشريحيا. ليش؟ لانه انت كل شويه تجيك امراض بهالمنطقه، امراض اللي تخص عملك. زين، فرجعنا نقول انه هذا المصل انتيرير بلي اوف دايجاستيك بوستيرير بلي دايجاستيك، قدام البوستيرير بلي اوف دايجاستيك تفوت مصل يسموه ستايلو هايود. طبعا انت تقدر تعرف المصل من الاسم، مثلا دايجاستيك بيها تو بليز، ستايلو هايود يعني من الستايلود بروسيس للهايود بون. زين، احنا هذا الموضوع كله احنا اخذناه، بس هسه اريد امر عليه بسرعه قبل ما اروح على الموضوع الجديد. هنا أنا بهذا الجزء يقول لك شنو الستركتشرز اللي هي سوبرفيشال الى السبمانديبولار تراينجل، وبالذات للدايجاستريك اللي هي تحدد، يعني اكو سطحي سوبرفيشال واكو ديب. السوبرفيشال تو ذا دايجاستريك يعني هي سطحيه، راح تجينا البلاتيزما هي شيت اوف مصل، وبعدين سيرنوماستويد قلنا سبلينياس ولونجس مصل تصير بيها ورعوفه، باراتيد جلاند سوبرفيشال، سبمانديبولار تعتبر سوبرفيشال، ستايلو هاي تعتبر سوبرفيشال، ريترو مانديبولار فين يعتبر ماستويد بروسس يعتبر سوبرفيشال سطحي. طبعا هاني هسه قدام عيني اقراها شوي بها ما اقدر احفظها صعوبه، بس شنو من اجي بصوره قدامي مثلا هنا طايخ، او اكو صورة اذا اكو وراها صورة، هاي الصورة هاي سوبرفيشل، منها عندنا مثلا بلاتيزما، منها هاي ستيرنوماستويد جياته. زين، ستيرنوماستويد هاي باروتيد جلاند، واذا تشيك هنا اكو ريترومانديبولار فين. زين، حتى ستايلو هايويد موجودة إذا ترجع عليها وتشوف البقية، مثل ما قلنا لا عفوا، سوبرفيشال ريليشن هذا ريترو مانديبولار فين باراتيد جلاند سب مانديبولار، يعني كلها سوبرفيشال تو ذا دايجاستريك ريجن. مثل ما قلت لكم هنا تذكروا قلنا لكم five muscles اللي هي stylohyoid sternomastoid platysm، قلنا والاثنين باقي two glands parotid submandibular or intramandibular behavior، one bone is mastoid process، هاي superficial to the digastric.
يعني superficial part to the submandibular region. زين. هاي هنا right side مثل ما قلت لكم superficial deep هنا بين superficial deep. شوف ايش قد حلو هاي الصورة. وهاي من الصور المهمة. السوبرفيشال يعني سطحي بالنسبة لهاي الريجن عندكم هذا الريتروماندبلر فين، عندكم هاي الباراتيد جلاند، عندكم هاي السبمانديبلر جلاند تعتبر سوبرفيشال. قدامها شلناها هو السكين والبلاتيزما، وهذا شوفوا سوبرفيشال ستايل هاي المصل. زين تو جلاندز قلناها، وان بون هنا ماستويد، طبعا هاي الجهه اليمنى رايت سايد مثل ما قلت لكم ريتروماندبلر فيو. الديب هذا الديب عميق صار جوا البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، وهاي قومتكم بيها وسالتكم واحد واحد قلت لكم هاي ديب ستراكشرز، قلت لكم هذا قلت لكم عوف الاوبليك سوبرياريس اوكسيبتر ارتر عوف ريكتس كابس لاتراليس ولا ترانسفيرس هاي انسوها لانه هاي شوي صعب عليكم ومصلز عميقه بس اكسسري نيرف سرد نرجع عليه. شوفوا هذا الاكسسري نيرف اللي هو 12 او 11 كرينيال نيرف هذا اكسسري، وهاي بوغلوسا شوفوا ايش قد عميق. هاي الصورة ما عم بيها فأتذكر إنه ديب internal jugular vein أماتينا hypoglossal carotid artery deep and external carotid artery internal jugular artery كل structures deep to the digastric region اللي هي mainly posterior belly of digastric هنا. تذكروا هاي الصورة وهسه نرد نعيد الشكل مالها. شوفوا اكسسري نيرف شفتوا راه انترنال جوجلر فين هايبوغلوسال نيرف انترنال اكسترنال كاراتي ارتريز وهاي جلوسس ماسل، هاي جلوسس ماسل هم جيب اللي هي هنا أنا هاي هنا قدام مايلو هايد وهاي جلوسس هاي تعتبر ديب واصلا هي تسبب هي بارت اوف ذا فلور اوف ذا سبمانديبولار ترينجل هذا سبمانديبولار ريجن ان جنرال يعني المنطقه اللي هاي بس بالتحليل اكو عندنا سبمانديبولار بالذات هاي سبمانديبولار هذا كلش مهمه كلش مهمه. شوف ما يسمى بالسبمان هاي المحاضرات اللي مسجلة هي هنا هي هاي أهم شيء أكثر من المحاضرات أنا اللي منزلها لأنه هاي ضايف لها أشياء مهمة تستفاد منها أما صور أما بعض التعاريف أو بعض الأشياء المهمة اللي أكثر توضيحيا. تشوفوا إذا جينا على السبمانديبولار تراينجل احنا قلنا ده سب مانديبولار ريجن سوبرفيشال شنو ديب ستراكشر شنو، لكن اكثر اهميه من هذا كله انه عندنا هاي التراينجل اللي هي حدود انتيرير بيلي اوف دايجاستريك بوستيرير بيلي اوف دايجاستريك اند فلور اوف ات اند روف اوف ات. شنو معنى بوندريز؟ ارجع على هاي الصوره هاي الصورة هاي البوندري هاي تراينجل كلش قلت لكم هواية يصير أمراض بهاي المنطقة وأكثرها هو التهاب الغدد الليمفاوية وكذلك التهاب الغدة اللعابية سمنديبلر وكلش هواية ما نصير عندنا. فشوف هذا التراينجل حدوده انتيرلي anterior belly of digastric posteriorly
بوستير ميديا اوف دايجست ابر بارت هذا المثلث لور بوردر اوف ذا مانديبل تمام فلور يعني الارضيه مالتي مينلي اللي قدام مايلو هايود شوي اللي ورا هايو جلوسس هاي جلوسس تطلع من ورا المايلو هايود لانه هايو جلوسس جزء من الماوث من التنج بس راح طالع من ورا المايلو هايود ومسوي لنا فلور فلور ارضيه التراينجل تمام لو لا زين هاي شلون طلعت من الصورة شلون التراينجل شو اخذنا وطلعها واخذنا السكن واخذنا البلاتيزما اللي هي روف هاي تعتبر واخذنا ديب فيش هاي كلها هي اللي تسبب لنا روف سكن بلاتيزما اند ديب فيش شلناها السكين وبلاتيزما وديب فيشه طلعنا التراينجل رد عيد هاي حدوده انتيريور بليوب دياجاستريك بوستيريور بليوب دياجاستريك لور بوردر اوف شنو الكونتنتس اللي بيسب من ديبولر سليفري جلاند سب من ديبولر لينف نود فيشل ارتري ان فيشل فين زين هاي المين ستراكشرز اوف ذا فلور اوف ذا الكونتينتس العفو مو الفلور الفلور من قاعد الارضيه مال هذا التراينجل المايلو هايد والهايد والاسس شوفوا هسه نجي inferior medially يعني خلينا نقول anterior belly of diagastric anterior the anterior posterior superior the inferior border of the mandible وهذا inferior laterally posterior belly of diagastric حتى لا تدوخ inferior laterally و inferior medially و anterior superiorly كل anterior triangle anteriorly anterior belly of diagastric posteriorly posterior belly of diagastric upper is the lower border or inferior border of the mandible inferior يعني lower يعني أسفل فالأسفل المانديبل من فوق هو يسوي لنا upper part of the diagastric or submandibular triangle the floor أرضية مايلو هاي المصل وهاي جلوسس مصل لو راح جوا تلقي لي ورا لي ورا تلقي اكوش ما يسمى من الميدل كونستركتر مصل او دي فارنكس لا تركزوا انه هاي عليها لان شوي صعب عليكم اخذوا مايلو هاي وهاي جلوسس مين فلور اوف ذا سبمانديلر اور دايجاستيك ترينجل شوفوا هذا الروف سكين بلاتيزما لاير اوف ديب سيرفايكال فيشن عرفتوا شنو الروف يعني السقف مال هذا التراينجل شلون شفنا من شنو السكين بلاتيزما لاير اوف سيرفايكال فيشن طلع التراينجل تراينجل يعني مثلث مع سبمانديبولار هذا عيده رايت سبمانديبولار تراينجل انتيريور بلي اوف دايجاستريك هاي ستايل هاي قدامه بس اهم شيء البوستير بيلي اوف داجاس هذا للمثلث القاعده الفلور ماله هذا مايلو هاي موصل كاتب الكبرى وهاي جلوسس موصل ميدل فرنجيال كونستركتر موصل هاي ما رديت ادوقكم بيها واكتب لكم اياها وات ار ذا كونتينتس شكو بيها سبمانديبولار سيلفر جلاند سمبديلان لنف نود فيشل ارتري فيشل فين هاي مكتوب وطلعت لكم اياها صورته فيشل ارتري فيشل فين هاي هنا بالسبمانديبولر هذا وهاي سبمانديبولر سليفر جلاند وبي هنا لنف نود من بين هسه اراويكم سلايد ممكن شوي يفيدكم احسن
شاء الله تنزل عندكم. إذا ماذا تنزل أطلعوها عندكم. طبعا هسه أسجل غياب لأنه فات وقت. سيف يوزر نيم. شوف هاي السلايد نزل عندكم. هسه هذا السلايد. زين. هذا السلايد لو تلاحظه هو مقطع فيرتيكال عمودي. زين. على اليمن على هذا المين جاي. زين. من فوق لجوا فشو مطلعنا؟ هذا قاص المانديبل. شوفوا هاي الصورة مانديبل. هذا من فوق. شوفوا هذا من هذا السكن. وجوا البلاتيزما. شوف هاي بلاتيزما موصل. هذا مهم. انفتحنا السكن والبلاتيزما والفيشيا. ايش طلعت لنا؟ طلع لنا سبمانديبولر تراينجل. هذا سبمانديبولر تراينجل. بس شنو حدوده الفلور مالته الارضيه مالته هو مايلو هايود ومنطقه الاخرى تصير هايوجلوسس. هايوجلوسس دي جو بس يمتد دي ورا دي جو من هنا علي يعني. زين انا هسه قاعد ادوا من ورا هم يصير بارت اوف ذا فلور هذا الهايبلوسس بس مو هنا انا بارت اوف فلور انا مايلو هايود تجي لي جاي علي يعني ترجع لي ورا تشوف الهايبلوسس اراويك اياها حتى تصير واضحه. اعيدها هاي الهايبلوسس مايلو هايود انتيرلي وهايبلوسس بوستيرلي. احنا سوينا مقطع شلون قصينا المقطع هالشكل. من قصينا المقطع نشوف عليه من ورا. زين. فمن نشوف من ورا ومقطع مو شفنا سكين بلاتيزما شنان شبين عندي سب مانديبولر سليفري لاند. هاي بالنك تعتبر هاي مكتوب مايلو هايود مصل تمنع السب مانديبولر اللي سوبرفيشال بارت من الدخول الى الماوث لان السب مانديبولر هي المايلو هايود مصل هي الحد الفاصل بين الماوث والنك بس الديب مال هذا يفتر من ورا هيك يفتر هنا أنا من بين ويا السب مانديبولر سليفري لاند اكو سب مانديبولر لنف نود هاي سب مانديبولر لنف نود وبنفس المنطقه اكو عندنا الفيشل بين والفيشل ارتري هذا فيشل بين وهذا فيشل ارتري هاي هي مين كونتنتس كونتنتس يعني محتويات هذا الكل صحيح التقسيم بس انا برا ما دخلت للماوث هذا سوبرفيشال لوب اوف سب مانديبولر فاذا اقول لك الكونتنتس اوف سب مانديبولر تراينجل يقول لي سب مانديبولر سليفري جلاند سب مانديبولر لنف نود هنا أنا كاتب مايلو هي النيرف هذا في شيء بسيط مو ما يشكل فشي فيشل فين وهذا فيشل ارتر ياخذ كورس هيك يسوي فره زين فيشل بينما جوا لا يختلف غير ستراكشرز من دخلنا جوا جوا يعني دخلنا بالماوث بالماوث الديب بارت اوف ذا دخلناها بالعمل deep part of superficial deep part of submandibular salivary gland كذلك جو بالماوث sublingual salivary gland
وبعدين شكو هذا هنا صار ان هنا اجانا الهاي جلوسس مصل جزء من قال هاي جلوسس يعني من الهايويد للسان فسويت لنا جدار او مثلث ثاني داخل بين المايلو هايد والهاي جلوسس الهاي جلوسس جزء من الماوث المايلو هايد هي الفاصل بين الماوث والنيك تذكرون من قلنا شنو الستركتشرز اللي يصير لاترال تو هاي جلوسس لنا بوكت سبمانديبولار داكت لينجوال نيرف هايبوغلوسال نيرف وهذا شنو كان لينجوال حتى لينجوال ارتر يعتبر من ضمن هالمثلث هذا بس شوفون الصورة هاي هاي الصورة هي تقدر تتعرف هاي كلش مهمة المايلو هاي الهايبوغلوسس هاي من المسلز اللي دائما نتحدث عنها هو بس صرنا هنا برا مايلو هايويد سبمانديبولار تراينجل هذا الجو ما نسمي سبمانديبولار تراينجل هذا انترا اورال بالماوث زين خلينا نكمل طبعا المايلو هايويد مصر هي واحدة من اهم الاساسيات هاي نتشينا عليها وتقروها انه هي تجي من المايلو هايويد لاين هذا مايلو هايويد لاين هنا انا اشوفه بالمندبل وتجي من الهايويد بون بس وين تتصل تتصل بزميلتها بالصفحة الثانية ذي وات وي كول ات مايلو هايويد رافي رافي يعني عبارة عن خط من ال الفايبروس تشو او انسي جليفية اذا هي تتصل تجي اوريجين من المايلو هايد لاين ويجي من الهايد بون زين واثنينهم بعدين واحد يمين واحد يسار يلتقون بالنص هنا يسموه مايلو هايد رافي اذا هاي مايلو هايد النيرف سبلاي مالتها هو نيرف تو مايلو هايد يجينا من يجينا من اللينجوال هاي طبعا كلش هذا لازم تحفظوها زين العفو يجي مايلو هايد برانش اوف ذا انفيرير الفيولر نيرف مايلو هايد برانش اوف انفيرير الفيولر نيرف شوفوا هاي الصورة احنا سنسادي ماوث من صرنا الانسان الموث هذا صارت جينيو هايود ماسل من كنا كنا خارج الموث هاي صارت انتيرير بيلي اوف دايجاستريك اخاف اثناء العمل صار اشتباه بس لسه واضحه شوف هاي رايت مايلو هايود هاي ليفت لاب مايلو هايود هاي الرايت والليفت جاي من مايلو هايد لاين من فوق وهاي من جوا من الهايود بون هاي مايلو هايد ويتصل ويا هاي مايلو هايد بهذا يسموه مايلو هايد رافي هذا يجي من المانديبل للهايود بودي بودي سوبرفيشال تو ايت يسوي انتيريور بيلي اوف دايجاستريك بوستيريور بيلي اوف دايجاستريك هنا ويصير عندنا دايجاستريك تريانجل أو سبمانديبولار تريانجل بس إذا رحنا للداخل للداخل بعيد عن مايلو هايويد طبعا هنا نقصها الهاي جلوسس هاي جلوسس مصر قصها فحتى يبين من مايلو هايويد من الداخل ما شفنا من داخل شفنا جينيو هايويد هنا أنا عندك جينيو هايويد تجي من هايويد بون سمبلي من جينيال تيوبركل هاي يسموها جينيال تيوبركل والاسم الاخر يسموها منتال سباين اكو سبيرال منتال سباين منتال يعني من المانديبل جايه او من منطقه المانديبل الانتيرير وبوستيرال منتال سباين زين هنا العفو سبيرال وانفيرير وتجي هاي المصل الى الهايود اذا سموه جينيا جينيو هايد لكن من نروح على الوجه الثاني هاي مو جينيو هايد هاي انتيرير بيلي اوف دايجاستريك
أراويكم هاي الصورة. هذا الفر اللي يفتر للداخل، بس احنا بالداخل احنا بالماوث. ليش ساكنة بسمى جبلر تاينجر؟ احنا وصلنا بالماوث شفنا هذا الديب لوب اوف سب مانديبولار سليفري جلاند. ديب لوب. من الديب لوب تطلع لنا سب مانديبولار داكت. اللي تجي من الديب لوب تروح لقدام اندر ذا تونج وميديال تو ذا سب لينجوال جلاند اللي هي هم بالماوث. وهاي السب لينجوال جلاند تفتح بالدكت هاي، وهاي تفتح بابيلا او فتحه او حلمه on the side of frenulum below the tongue under the tongue. هاي المايلو هاي الموصل ذي تساحشين عليها يجيها nerve supply يسمو nerve to مايلو هاي يجي من الانفيرر الالفيولر نيرف. هذا الانفيرر الالفيولر يجي من المانديبولر نيرف يخش بالمانديبولر كنال الانفيرر الالفيولر، واللينجوال ما يدخل الانفيرر للمانديبولار كنال، بينما اللينجوال يروح للسنسيشن التانج. وكذلك بي فايبرز من الكوردة تمباني. فايبرز يعني عبارة عن ايش يسموه الياف من عصب الكوردة تمباني ويا اللينجوال حتى يروح يجهز. كذلك يجهز السليفري مان، هذا لا يدخل للمانديبولار فورامين، وقبل ما يدخل يعطينا نيرف تو مايلو هايود ماسل. هاي الصورة طبعا هم مهمة جدا وجاب لكم يمكن الدكتور ما شاء الله. هذا يعني حاول العملي شوية الصورة كانت هواية ما واضحة وشوية بيها صعوبة ومو واضحة صريحة، فان شاء الله العمل القادم لا تكون كلش صور واضحه. مثلا هاي مايلو هايويد، هاي جينيو هايويد، هاي سبلينجوال جلاند، هاي سب مانديبولار جلاند، هذا سب مانديبولار داكس، هذا لينجوال نيرف، هذا انفيرا الفيولار. صدقوني يا جماعه الصور هي العلاج. من اسالك سؤال تتذكر الصوره وجاوب هل الصوره تبقى. ومثل ما قلت لكم حاولوا تكتبون من تقرا على ميز، ما يصير تروح وتجي ما تفيد. تقرأ على الميز وتحاول تكتب بيدك inferior alveolar nerve and artery كذا كذا. طيب هاي بيلو هنا سبنك مثل ما يقولون دا نشوف المايلو هاي الموصل دا نشوف انتيا belly of digastric posterior belly of digastric وبيناتهم صار عندنا ال دايجاستريك او سبمانديبولار تراينجل وحكينا عنها هسه قبل شويه. طبعا الفانكشن مال مايلو هايويد هي اذا ثبت الهايويد هي تفتح الماوث زين، واذا ثبت المانديبل هي ترفع المايلو هايويد بالبلع او التشوينج. هذا فشي بسيط حاولوا تقروا تفتهموا مو في المشكلة. عندنا من الاذر المسلز بالنسبه للسوبرا هايود مسلز وبالمنطقه حتى نذكرها هي جينيو هايد. تجي من الجينيال تيوبر تروح للهايود بون زين، هاي داخل الماوث تشوفها زين. النيرف سبلاي مالتها يجيها من الهايبوغلوسال نيرف. Although genial hyoid is not part of the muscles of the tongue, but it's supplied by hypoglossal nerve. مو فد مشكلة genial hyoid. هذا السلايد مزعج عليكم وصعب ف forget about it. سلايد 21. هنا عندنا muscles of the tongue. اشرحت لكم اياها two types of the muscles. ان انترنسك واكسترنسك. شوفوا هسه انتوا قمتوا وقفتوا وضايقتوا وهذا، بس بديت تعرف انه اللفظ مالها شلون انترنسك اكسترنسك زين.
فلا تقلقون من الوقفة وتوقف قدام الطلاب مرة مرتين بعدين تتعلم، بعدين تصير جدا عادية. وكل عمل جديد هو يحس الواحد بيه ثقل أو صعب، زين، سواء خطابة سواء كلام، فشوي شوي يبدي يتعلم. هذا مرة مرتين هذا بعدين جاوز. لا تبدون تتغيبون وهذا راح يقمونا وقدام الطلاب، شكو الطلاب ايش بيهم؟ هم مثل هذا، ليش انتم مثلا من تقفون برا وتسولفون بيناتكم ليش ما تتخرجوا؟ ليش قدام الطلاب تتخرج؟ وبالنسبة لي ما يعني ما عادي، جاوب جاوب، من جاوب خطأ اقدر اصلح، بس اريدكم شلون تلفظون وبنفس الوقت بالبيت تتعلمون شلون تكتبون. Anyone عندنا two types of muscle, intrinsic muscle قلنا superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse and vertical. ال extrinsic muscle هي junior glossus من junior tubercle, higher glossus من higher one, styloglossus من styloid process, palatal glossus from the palatine bone to the tongue. وموجودة صورتها هسه أرد أعيدها، أنتم شفتوني حتى أشرتوا لي عليها، لأن الأربعة هم extrinsic muscles of the tongue. كل المسلز ذني supplied by hypoglossal as a motor كمحرك، ما عدا البالاتال جلوسس supplied by vagus nerve. بس البقية كلها supplied by hypoglossal nerve as a motor يعني محرك. تقول لي لعب اللينجوال كوردا تمباني وجلوسا فرنجيال، لا، اللينجوال والكوردا تمباني هو سنسيشن، وحده للكومن سنسيشن حار وبارد، وحده فور تيست سنسيشن للتذوق. انتيرير تو ثيرد لينجوال نيرف اند كوردا تمباني، بوستيرير وان ثيرد اوف ذا تانج از ذا جلوسا فرنجيال نيرف. هاي الصورة شفتوها، هاي نعيدها، جينيو جلوسس شوفوا شلون جاية، وهاي هاي جلوسس شلون صايرة، هاي انتيريور طبعا هاي بوستيريور، هاي احنا اللي قدام وهاي ورا، جينيو تيوبركل او يسموها منتال سباينز. فمن الجينيو تيوبركل تروح للهاي بون جوا للتانك هاي جلوسس، عفوا بس اسمع، جينيو جلوسس، وعندنا هاي جينيو جلوسس جوا هاي جينيو هايود، لا تخطئون، هاي تروح لها هايود ما لها علاقه بلا. شوف ايش قد حلو تجي جينيو هاي، شوفها جاي من جينيو تيبركل وجاي على هاي جلوسس. يعني من اجي اشر لك اياه فرضا هاي شنو ويتش ماسل تبغى؟ تقول هاي جاي من جينيتي وين رايحه؟ هاي الجينيو هاي، بينما هاي من هاي ون رايحه للتنج، اذا هاي هاي جلوسس، هاي جاي من جينيتي بركل وراح للتنج، اذا جينيو جلوسس. تيجي تبغى هاي بالاتو جلوسس، هاي خل بنات قراها من البالاتن بون، وهاي ستايلو جلوسس من ستايلويد بروسس. هاي اربع ماسلز اكسترنسك اوف ذا تنج. هاي ماكو داعي كلش تفاصيل تدخل، مثل ما قلنا جينيا تيوبركل، جينيا جلوسس من جينيا تيوبركل وتروح لل جينيا تيوبركل وتروح لل لل للتانج، زين، واكو عندك البقيه همات، ف تفاصيل دقيقه لا تروح بها سوبر فايبرز ميدل فايبرز، هاي لا احفظها جينيا جلوسس وخلص، من جينيا تيوبركل لهذا، زين، لفظ نهاية شو اسمه. هسه تقول كل ما يجي واحد من الطلاب يقول دكتور بشوف حدد لنا يا 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 سلايدات مهمه، شنو يا سلايدات مهمه؟ يعني انا مثلا هسه هنا هذا سلايد تكرر كم مره تكرر، وهذا يبين لي جينيو هذا كم مره تكرر، زين، نير سبلاي هايبوجلوسر هاي تكرر ستايل بلوسس، ما وين ستايل بلوسس؟ وين هاي ستايل بروسس؟ اجي هذا ستايلو جلوسس، لان هاي ستايلو بروسس يعطينا ستايلو جلوسس ويعطينا ستايلو هايويند مصل، زين؟
اذا اريد اجيب ما اجيب لك هاي، لانه هو اجيب لك اكثر وضوح، واذا اريد اجيب هاي كل الكتاب اشيله اخلي لك بس مثلا على هاي، اخلي لك على هاي المصر، اخلي لك على هاي جينيو جراسس، لان الهوسه هاي طبعا ما اجيب لك اياها. هاي جلوسز، هاي المهم المصل. شوف ايش قد سهل هنا انا كاتبين the upper border of the body and the greater cornua of the hyoid. اذن hyoid bone to the side of the tongue action depression of the tongue nerve supply hypoglossal nerve. خلاص كل هاي تقدر تلخصها انت، تمسح الزايد وتكتب هاي مثل هاي اللي قبلها. شنو قلنا؟ جينيو جلوسس او بلاتو جلوسس او ستايلو جلوسس، كلها اي شكل تمشي بيها. هذا اذا تذكرون structures on the lateral surface of higher glosses muscle. هاي هنا يعني كلها تمر لل هاي. لو تشوفون اذا تذكرون قلت لكم نيوال نيرف من يبلغ جنجليان، مو جلاند، جنجليان اللي هي باراسمباثيتك جنجليان، هاي مصي سب من يبلغ جنجليان ما موجوده بالسب من يبلغ ترينجل، هاي موجوده جوا. لا ترتو هاي جلوسس بين الهاي جلوسس وبين المايلو هاي المصل. ودي بارت اوف ذا سب من يبلغ سيلفر جلاند هم جوا، وسب من يبلغ لكت هم جوا، وهايبوغلوسال نيرف هم جوا. سبرا هاي الارتري مو في المشكله هذا، بس اهم شيء هذا. شوف هسه هنا شفتهم يا هسه هذا لينجوال نيرف، وجوه كان عندنا هذا الهايبوغلوسال نيرف، وجابها مو فوق جوه هاي لاترال تو هاي جلوسس. احنا هسه دخلنا شلنا المايلو هاي المصل، شوف لو شوف هاي جلوسس، شلنا المايلو هاي المصل وطلعناها لهاي. زين طلعنا سمن جيبلر جنجلين، طلعت الدكت هم جوا لاترال تو ذا مايلا هايود، وطلعت شنو بعد الهايبوغلوسال نيرف قلنا وانجلينيان. بس اراويكم هاي الصوره اللي تتكرر، هاي العموديه هاي. شوفوا هاي المايلا هاي شنو صارت، هاي جلوسس، هاي جلوسس ماصل هي تمن الهاي المن لاترال تويت، هذا يقصد لاترال تويت من هنا على اليمين. لاترال تويت اهم شيء سب مانديبولار دكت، هايبوغلوسال نيرف، لينجوال نيرف، حتى تقدر تقول لينجوال فين، لينجوال ارتري اللي جوا مو لاترال تويت. وهنا اكل باراسمباثيتك جنجليان من بين مشكله باللينجوال لينجوال نير، باراسمباتيك جنجليان كول سب مانديبولار جنجليان. بينما السب مانديبولار سليفر جلاند والسب مانديبولار لينف نود صايرة لاترال تو ذا مايلو هايود، هاي صايرة ميديال تو ذا مايلو هايود لاترال تو ذا هاي جلوسس، ميديال للداخل ولاترال للهذا. فهاي لازم تحفظها هاي الشكل حتى تتذكره، وهذا ممكن اجيب لك اياها للصورة طبعا. بس هذا شوف انت تقول لي يعني هاي الصوره كلش صعبه، وهذا انا لو اريد اجي على هاي الصوره كلها احنا مارين بيها باستثناء هاي المصلز اوف ذا فيس اوف هنا، هذا السكين بلاتيزما. دخلنا هنا شفنا نيمف نود سب مانديبولر نيمف نود فيشل فين فيشل ارت وسب مانديبولر سيلفر جلاند، هاي خلصت المنطقه اللي سب مانديبولر تراينجل الكونتنتس. دخلنا جوا شفنا لينجوال نيرف هايبوغلوسا اللي جوا ولينجوال نيرف اللي فوق، وشفنا لينجوال ودكت مال سب مانديبولر والديب بارت اوف ذيس جلاند اللي سب مانديبولر ما مبين، بس شو مبين هنا؟ مبين سب لينجوال جلاند والديب بارت اوف سب مانديبولر فايت من هنا جوا بس ما مبين بالصوره، ويطلع لنا منه سب مانديبولر دكت. زين هاي الا وهنا اللي هي من بين كذلك هي اللي سب مانديبولر جنجليان. اذا جنجليان جوا سب مانديبولر نمف نود والسليبر جلاند برا، برا شنو؟ برا المايلو هايد.
وين مثلا اجيب لك اياها؟ بس اخبطت لك التانك، جبت لك اياها للتانك. شوف التانك هنا سوبيريور لونجيتيد مصر اوف ذا فايبر انفيريور لونجيتيد. شوف هاي الصوره كل جي. هذا هاي جلوسس جاي من الهايود بون وراح للجلوسس لاترالي. زين جوا جوا التانك اكو لينجوال ارتري، هذا مو فد مشكله، مو فد مشكله. بس المهم ذني ستراكشرز هذا. زين هذا الهايود بون. زين شوف شوف يعني انت تقول صور هنا. انا شوف هسه هنا انفير لونجيتال مسل اوف ذا تانك سوبر لونجيتال مسل فيرتيكال اند ترانسفيرس مسل اوف ذا تانك هاي هاي الانترنسنج. هنا انا نجي كاتب لك جينيو جلوسس، تقول شلون اعرفها؟ ما راح اسالك بيها. سب ما نجيب الردات موجوده، لينجوال نيرف موجوده، لينجوال فين موجوده مأشر لك على لينجوال ارتري موجود، هايبوجلوسال نيرف موجود. ما يلو هاي المسل طبعا هاي هي نتكلم مغلوبة على ما هي هاي اللي هي هنا. زين هذا انت الميديال تندن يجوز حتى لا يخربطك مع هذا. شوف هاي المانديبولار كانال لا تتذكروها ايش بيها؟ انفيرا الفيولار نيرف، انفيرا الفيولار ارتري، انفيرا الفيولار فين. من تشوف هاي الكتابة تتخربط، بس انت لو تجي تشوف الهاي كلها تعرفها بس من وجهة ثانية. هاي ما تلم ولا ارتري للدوخ بي، هو برانش اوف اكسترنال كاروتيد ارتري اند ات سبلايز ذا هذا هو وان اوف ذا ستراكشرز اللي موجوده ديب ان ذا ماوث وسبلاينج ذا تانك. برانشز مالته انا ما راح ادوخك بيها واقول لك دورسال لينجوال برانشز سب لينجوال ارتري سبلايود ارتري ديب لينجوال ارتري. هاي برانشز مالته ماكو داعي، هو ايش كبر حتى هيك نحفظ عليه بالاختصاص والأخذه. وهنا يرجع عن الانترنسك muscles of the tongue قلنا superior longitudinal الطولية العليا، inferior longitudinal الطولية السفلى، وبعدين هنا vertical و transverse high intrinsic muscles. intrinsic does not touch to any bone while extrinsic it touches to the bones مثل genioglossus to the hyoid bone جينيال تشيبركم ستايلو جلوسس، وعندك بالاتو جلوسس، عندك الهايو جلوسس. بس هذا موضوعنا الاخر هو هم كتكمله واعاده، وان شاء الله هنخلص لانه هاي عندك هاي سب منجيبلر تراينجل مره ثانيه نشتي بها. سب منجيبلر تراينجل اللي هي boundaries anterior belly of digastric anteriorly تمام، posterior belly of digastric posteriorly، و lower border of the mandible superiorly. superiorly يعني above or upper، anteriorly يعني قدام، posteriorly يعني لورا. وبكل بساطة anterior anterior belly of digastric posteriorly posterior belly of digastric والأبر هو lower border of mandible. ما الصور هاي صعبة، شكو بداخله أو شيء. شنو الفلور مالته؟ شوف الفلور مالته الأرضية يعتبرها قبة أو غرفة، الأرضية مايله هاي مصل، وهنا من بينه هي هاي جلوسس مصل. هاي جلوسس مصر بس هنا من بين تمام. شنو بداخله او الروف ماله الكفر مالته؟ شلون طلعت لنا هاي الصوره حتى يبين لنا هذا؟ شنو السكن بلاتيزما اند ديفيشي طلعت لنا. شنو الكونتنت؟ سب مانديبولار سيريفري جلاند، سب مانديبولار ليمف نود، فيشل ارتري، فيشل فين، وكذلك هاي الجزء نيرف تو مايلو هايد مصل موجود هياته نيرف تو مايلو هايد مصل. غير هذا ما يبين عندك شيء، غير هذا ماكو شيء. هذا نحكي على سب مانديبولر. من نحكي على سب مانديبولر سب لينجوال نيرف نود العفو سليفري جلاند. السب لينجوال طبعا ما موجوده بالسب مانديبولر، السب لينجوال جو بالموث. والديب لوب اوف ذا
سبمنديبل رجلاند همات صاير جوا بالماوث ورا المايلوهايد. فلا تخلي جول سوبرفيشال بارت اوف ذا سبمنديبولر سيلفر جلاند ويذن ذا تراينجل. زين ويا سبمنديبولر نفنود ويا سبمنديبولر جانجليان ما موجود بالسبمنديبولر تراينجل وانما موجود جوا على النينجوال نيرف على الهايبو جلوس هايو جلو لا هايو جلوسس مصل. وهاي الصورة هي خلينا نمشي وراها شكو. هذا السب منديبولر سليفر جلاند هي هسه تقروها تشوفها مو فد مشكلة. السب منديبولر سليفر جلاند إذا هي عبارة عن إذا تتذكروا والنوت تشبه الجوزة حجمها two lobes superficial and deep. Superficial is here within the submandibular triangle. Deep down inside the mouth. هذا تدخل deep. والديب هي تعطينا duct. والduct تفوت the floor of the mouth وتفتح بالبابيلا of under the or below the tongue on one side. أو فرينولم، فرينولم هذا الخط اللي يلزم اللسان منه. أكثر من هذا أنا ما راح أدوخك، هذا اللي قلته كله مكتوب هنا أنا. زين. والشيء المهم أنا أعطيكم خبر، بس هذا بس تقرأ تعرفه. أنا إذا سهل الكيا أجي هنا هاي صورة مكررة ولو شوي هنا مشوهة. شلون الديب لوب؟ اجى من برا ودخل هنا وتشكلت ويا باراتيك ويا سب منديبولار داكت وراحت تجي السب لينجوال تفتح بالسب منديبولار داكت. وهذا الصوره الثانيه لل يعني هاني من اعطيك تاشيره هنا تقول لي ذيس از ديب لوب اوف سب منديبولار سليفري جلاند. اعطيك تاشيره هنا من برا تقول لي this is superficial lobe of submandibular salivary gland. أعطيك تأشيرة هنا تقول لي sublingual salivary gland. هذا النيرف شوف كم مرة يتكرر، هو عبارة عن lingual nerve وهذا inferior alveolar nerve. ومن ال inferior alveolar يطلع لنا branch يسموه nerve to myelohyoid. هاي نفس الصورة هذا. طبعا احنا هم انسايد ذا ماوث، هاي اوضح من ذيك الصوره، هاي من الصور هماتين قلت لكم عليها مهمه. هاي المصل جينيوهايود. لو جينا من برا شفنا مثل هاي الخط نقول هذا لا انتيريور بيلي اوف دايجاستريك، بس داخل الماوث لا جينيوهايود. زين وشلون ده تفتر؟ هاي شوف الصوره هنا أنا هماتين كلش حلوه. الخضره هي هاي السب مانديبولار سليفري جلاند. شلون هي برا كانت وهاي ما إلى هاي المصل وشلون ده تفتر وتروح سلجيب ويطلع منها الدكت هاي السودة دكت وتفتح under the tongue. بهاي الدكت تفتح السبلينجوال. إذا السبلينجوال والديب بارت أوف سبمانجيبولر صارين within the mouth، وإنما سبمانجيبولر superficial lobes صار بالنك. زين احنا قريب نخلص فتحملوا شويه جزء قسم منكم لا اسوا. زين هاي كلش مهمه صور، هاي الصوره كلش مهمه. اذا تقول لي ها هاي شلون شويه صعبه اقول لك لا مو صعبه. ترجع نقول هنا انا بوستير بيلي اوف دايجاستريك انتيريور بيلي اوف دايجاستريك هاي ستايلو هايد مصل جاي من هنا. زين بس إذا ما أسألك على ستايل هايد أسألك عن تيرا بليون بوستير بليون أشير لك على الهايد وان قولي هذا هايد وان، أشير لك تقولي هذا ديب لوب أوف ذا سبمانديبولار هذا سوبرفيشال لوب. هاي الصورة من أجيب لك إياها مثلا هاي ما راح أجيب لك هاي مرة مثلا أجيب لك هاي هاي هم سوبرفيشال لوب وهاي ديب لوب وهاي سبلينجوال هاي سبلينجوال. خلاص بعد ما دام افتهمتها تقوم تعرف يعني أنت من أغير هذا أشوف لك يا مدام افتهمت المكان كل شيء بمكانه. يعني أنت لا تصير مثل ذاك
اللي يقول راح على بيت خطيبته زين مندل لك، فقال له ليش مندليت؟ قال من صبغه الباب وتيهتهم. يعني قال شيف صبغه الباب تيه، هذا حل دايخ. انت هنا انا يعني صبغته هذا اخضر بس فريته، تقول لي هذا ما اعرف شنو الا تريده هذا؟ لا ما يصير. يعني انت راح تشوفه هاي مرضى اشكال صحيح من الشباب، بس هذا توضيح. هاي هنا سبلينجوال، هاي المسلس المايل وهاي يد زين. على كل هاي الصورة همتي أنا للدخول ما راح أجيب لكم إياها سيكيفون. هي قال نفس الشيء زين. هنا أنا كل عادة اللي كنا قلنا شوف هذا مكبرها للصورة، هاي هاي صبغة الباب هنا أنا. زين وضح لك إياها جوارين وحدائق مدارة قدامه بيت انتي ريبيلير دا غاستريك، اللي ورا عندك بيت البوستيريور ريبيلير دا غاستريك، وهم هنا الداعيه مالتهم ما الى هايويد. وهذا بس هنا سب مانديبولر سيد بيجمان، شوف هنا كاتب لك ديب بارت اوف سب مانديبولر، وهذا السوبرفيشال بارت اوف سب مانديبولر. شوف ايش قد حلوه الصوره هاي، بس ما حد يقرا لانه قال دكتور علاء هاي بنجيبها من امتحان بابا شوفوها تستفاد منه. زين سبلينجوال، وهاي هيك صورة حلوة واضحة والله اجيبها بالامتحان. زين شوف هذا الاسود هو سب مانديبولر داك، شوف ايش قد حلوة، ولو انا هاي يمكن ما اجيبها سب مانديبولر داك. فهنا شو يقول لك؟ يقول لك ريليشن اوف سوبرفيشال بارت اوف ذا جلاند، شنو ريليشن اشياء دائما مدار هم نقول انتير بليور دايجاستريك بس بليور دايجاستريك استايل هايود وبارات الداك من فوق شوي مبينة. اهم شيء هاي الانتيبليو بوسيبليو دا غاستريك ميديالي للداخل، يعني ما له هاي المصل هاي بلوسس. هنا ميديالي يقصد الفلور اوف ذا هذا، بس احنا ما نقول ريليشن شنو بالسبمانديبلر. زين ولاترالي اكو سبمانديبلر فوس اوف ذا مانديبل، لان جزء من المصل هاي تحت المانديبل، فتتكي على فت فوس بالسبمانديبلر فوس اوف ذا مانديبل. زين نفس الشيء شوف هاي السب مانديبل سوبرفيشال لوب، هاي الستراكشرز اللي هنا تذكر لها شنو ستراكشرز ريليتد تو ات، ميديالي مايلو هاي لاترالي مانديبل وكذلك الانتيرير بليو اوف دياجاستيك بوستيرير بليو اوف دياجاستيك. هاي هي تقريبا اعاده. هنا نقول لك الديب بارت شنو له علاقه؟ من ورا الديب بارت هذا 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 اكو ستايلو هاي، بس انتير مو انتير بيلي اوف دايجاستيك، يعني خلص صار جو هذا انتير بيلي اوف دايجاستيك هو سوبرفيشال، له علاقه بالسوبرفيشال لوب. فمن اجيب لك السؤال اقول لك الديب بارت اوف ذا سب مانديبولار جلاند انتيريرلي اقول انتيريرلي بليف دايجاستيك، تقول لي لا خطا انتيريرلي شنو قريب له؟ سب لينجوال جلاند بوستيريرلي اي وياك، هاي البوستيريرلي اوف بليف دايجاستيك اللي هي علاقه بال سوبرفيشال لوب وبالديب لوب، بس انتيريرلي هاي خشه جوا، هاي صح لي قدام اجتي على انتيريرلي بليف دايجاستيك، بس هاي من خشه جوا صارت علاقه بالسبلينجوال. ميديالي هاي جلوسس اند ستايل جلوسس، هاي جلوسس قلت لكم هاي الصوره هسه اشوف لكم اياها مره ثانيه بالديب لوب. شوف هذا هنا ديب لوب سبلينجوال، هنا ديب لوب من بين العلاقه من هاي جلوسس ماسل. طبعا بالداخل شوف نفس هنا ستراكشرز اللي هي هايبوغلوسال نيرف لينجوال نيرف سب مانديبولار جنجليان اللي قلنا ذني ستراكشرز لاترال تو ذا هاي جلوسس، وبنفس الوقت ريليتد تو ذا ديب لوف اوف ذا سب مانديبولار سليفري جلاند. زين
من تشوفوها شوف اذا تتكرر، بس خليها اشوف لكم اياها. شوفوا هاي الصورة نفسها اذا تتكرر. إذن هذا اللي يحكي عن سبن ديبلر داكت، هاي ابدا تدخ بيها هاي الهورس كلها، دي يجي من الديب لوب يروح اندر ذا تانج وتفتح بيه السبلينجوال، هاي السبلينجوال وهذا، وهو يفوت فوق اللينجوال نيرف من هنا. بس يعني هاي صارت طوالة عليكم، شوف الديب لوب اوف هذا شلون طالع منه سوبرفيشال لوب. فريت السلاي، فريت الصوره فما اريدك تتخربط. هذا المانديبل انتيريور اللي هو السبلينجوال سليفر جلاند، هذا الديب بارت of the submandibular وهذا superficial part of the submandibular. تطلع من superficial part شوي طالعة من الدكت تقريبا، من هاي يعتبر من الديب بارت طالعة ورايحة للبابيلا مالتها اللي هي under the tongue on side of frenulum. هاي كلش كافية بالنسبة submandibular، يعني اختصروها انتو اختصروها. يرجع يقول لك سبلينجوال هو هاي نفس الشيء، سبلينجوال هي سمول سليفري جلاند اندر ذا تانج. زين هسه اختصر لكم هاي اشياء. هاي سبلينجوال تقريبا صار اندر ذا تانج اندر ذا ميوكوزا، صاير فوق المايلو هايوي وتفوت على ميديال تويت سبمانديبلر داكت. هاي سبمانديبلر داكت تجي هاي تبدي تفرغ بالسبمانديبولار داكت. زين هنا نشوف ايش يقول لك ريليشنز انتيريرلي ذا جلاند اوف اوبوزيت سايد بوستيريرلي ديب بارت اوف سبمانديبولار. قبل شوي مو قلنا ديب بارت اوف سبمانديبولار انتير تو ات السبلينجوال، هذا رجع يقول لي سبلينجوال بوستيرير تو ات ديب بارت اوف سبمانديبولار. يعني مثل ما نقول لك محمد قدام علي، ورا شوي من نجي نحكي على محمد نقول له محمد وراء علي. مثلا هاي ميديالي جينيو جلاسس او هذا لينجوال نيرف سبمانديبولار داكت لاترالي. اني هو هاي ريليشنز مال السبلينجوال اللي دخلوا راسكم بيها كلش صارت وقايه. اوفوها. لانه هاي صارت معروفه. وما حد يشتغل عليها، مو من مطلعها السبلينجوال، شغلنا كلها سبمانديبولار سيلفرينا. فهاي ولو هي كلها ناس يم ناس وناس تتكلم عن الناس بس انساها. هاي السبلينجوال مو فد مشكلة. نرجع على عندنا موضوع هذا، هذا هسه موضوع النيرفس سيستم. شوفوا باختصار سبمانديبولار جنجليان، وقلنا هاي الجنجليان ما صار بالسبمانديبولار ترينجل وانما صار جوه قريب ويا لينجوال نيرف، ويا لينجوال نيرف صار يعني لاترال تو هاي جلوسس وديب تو ذا سبمانديبولار. بس لازم تعرفون شنو هاي كلش طبعا طويلة النيرف سيستم مال السبمانديبولار، متحدث كل شوية. السبمانديبولار جانجليان تجيها باراسمباثيتك فايبرز حتى تسوينا سكريشن مال السبمانديبولار سبلينجوال. فهي السبمانديبولار تستلم اعصاب، تبعث اعصاب ريسيفد نيرفس فايبر زين. أنا خلصت. عندك هنا الجنجليان بري جنجليانيك بوست جنجليانيك. بري جنجليانيك فايبرز يعني ما قبل الجنجليان، بوست جنجليانيك فايبرز ما بعد الجنجليان. وهاي البري جنجليان بوست جنجليانيك هو شو اسمه؟ مونتو داناتوم هذا. بري جانجليانك يعني ما قبل يعني بوست جانجليانك ورا الجانجليان فايبرز، هم اثنين هم كورد تيمباني ولينجوال نيرف. ذولا هم اللي يحملون الفايبرز مال سكريشن مال سب مانديبولار وسب لينجوال
هذا هاي أني هسه خلصت. هذا اللي تحظوا صعب عليكم، هذا اللي تحظوا صعب عليكم. عندنا وهذا بالعملية دروح انتو تأخرتوا ان شاء الله بالعملية احكي بكم شوية عسل من جبل الانفنزني، هذا موضوع مهم وان شاء الله نلتقي بالعملية يوم السبت. يلا الله وياكم.